السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم والصفة؟ عزيز غالي زجال، أمين مال ديال الاتحاد المغربي للزجال. في إطار هذا اللقاء اليوم؟ هذا في إطار هذا هو هذا المؤتمر في الحقيقة هو الجمع العام. لا جمع العام العادي، دابا الاتحاد كي مقطع واحد المدة ديال 3 سنوات، دابا وصلنا لهاد المحطة اللي هي ولا بغيتي تقول انتهت المهام ديال المكتب القديم. دابا احنا في اطار نصيغوا مشاريع جديده للناس اللي غيبقاو من بعدنا، واش حنا واش وحدين اخرين. مهم احنا رسمنا وخططنا واحد المشاريع كبيره وكنتمنوا من الله باش تحقق. وكأمين مال كنشوف بان المهمه الكبيره هو كيفاش تجبد مشاريع صحيحة وتقلب على الدعم ديالها والتمويل ديالها. خلينا نقولوا كيف كتشوف الزجل بالمغرب؟ انا كنشوف الزجل بالمغرب منذ سنوات طويلة بانه بألف ألف خير. والزجل المغربي هو الشعر المغربي، الزجل المغربي هو الشعر المغربي. علاش؟ لانه هو اللي سائد والحكم على هذا الشيء هو الجمهور ماشي حنا. حنا كمبدعين ممكن تكون فينا شويه النرجسيه وكذا، ولكن الزجال بألف ألف خير، وكل يوم كيتولدوا زجال في هذه البلاد، وهذا هو الرهان ديالنا حنا كاتحاد مغربي للزجال، هو كيفاش نحتضنوا هاد الشباب اللي جايين هادو اللي الله كيكتبوا كيفاش تسقل المواهب، حتى حنا نشوفوا تجارب اخرى ونضروا لها ونحاولوا نزيدوا القدام. والزجال المغربي راه على مستوى اسلامي وعلى مستوى عربي ومغاربي هو القمه ديال الشعر العربي، راه هو الزجال المغربي.